ازيكم يا جماعه، معاكم مروان او دبليو دي. حلقه جديده من جي تي اي في، والنهارده بنلعب تريندنج بليسز مع مصطفى وياسين وميدو، ويلا بينا ننطلق. يلا اذا انت معايا في التيم انت لوزر. يلا ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل ده؟ طول ما انت ما بتصورش حاجه، بعد ما تيجي تصور تلاقي نفسك بتموت، مش عارف ليه. حرام عليكم، انا قتلت واحد تقريبا صح؟ هي هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ عشان حد يجي يديله سقة يا جدعان. ايه ده؟ بادي ارمر، ما تموتنيش. ليه كده؟ ليه كده؟ خلونا بقى نبقى وينر بقى وننبسط. انا المفروض ابقى وينر بس مش عارف حد قتلني فبقيت لوزر، ولا انا مش فاهم ايه؟ بقيت وينر، بقيت وينر. يلا 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 يلا. احلى حاجه في البتاع ده ان اللي انت تبع نفسك ولا تبع تيم ولا اي حاجه، السكور سكورك والهوا هوانا. جامايكا بس يا بك بس، خلاص هم جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي، هتعبيبي ايه يا ابني؟ هي الدنيا كده يا اسطى. معلش يا صاحبي، غدر الصحاب. غدر الصحاب يا ابني. بص انا في جي تي اي ما تكلمنيش، عشان ايه؟ انا عامل زي البورس ماشي. في بلاك اوبس 3 بقى ببقى عامل زي القطه كده، واخد بالك انت؟ هو في غير يا معلم؟ بص البدله الالاجه اللي انا لابسها دي، عجبتك البدله؟ والنعمه والنعمه، هتاكل منك حته. مثلا ايه لك يا تفيق واحنا جايين في السكه؟ على ايه؟ ان البدله هتاكل مني حته. لا مس وحوش. بتضرب بايه؟ محدش يبص على الكوره. انت مش ازاي ما كنتش واخد كفر يا معلم؟ لازم تاخد كفر وكده. ازاي؟ وانتوا فين يا جدعان؟ في ايه؟ اطلعوا. مبروك يا ابو جبل. مية مسا عليك يا ميدو. على فكرة انا ما بلعبش، يعني انت بتتعب. طب ما تقول يا معلم، قول واحنا ما لقيتلكش. فيه ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ما انت بتلعب اهو. استنى مسا عليك تاني والنبي. امسي بس، امسي يا ابن اللذين. سيبنا عن الكل وابقى معاك في الفريق يا ابني. انا عايز امسي. فيه ايه؟ انا بقيت لوزر يا حبيبي.
بقيت وينر يا حبيبي. ياي نلعب ريس ومال نلعب كل حاجة. لا اوكي ومش هتعمل ايه ده بتاخد الوينر على حسابي يا كلب. مين اللي يعني كان جنبي بالظبط كان معانا ان هو عامل بعد كده ما هو بس في مود ده بيعمل بس في مود لما يتم التحويل بين الشخصيتين اللوزر والوينر. لا سوري I can't hear you because all English all the time. ايه ده ايه ده 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 انا بتهزق في القناة بتاعتي بقى. ما تهدى يلا بطل تعمل دوج دوج تشارل. بيس يا مان بيس. لا انا مش عاوز اموت. خد يا كلب. انت طلعت امتى على التليفون؟ انت التليفون امتى يا زاد؟ لسه اعرف الجنب ده ماسكها من قلبه ده هموت وقتنا مش لاقيه يا ابني. يلا 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 بطل 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 اهدى اهدى. لا بتعمر. لا 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 ما جاتش على دقيقة. لا مستسلم. عارف ان الكذب ده يعني اروح في البتاع يبقى هو في الرجل انا في الدوز هو يروح في الدوز انا بقى في الدوز. طب حتى بقى وينر وسكوري قليل. طيب يا نهار اسود يا جدعان. لا ما تسيبونيش لوزر. ايوه انا شفت شوت جن في الخريطة. بس انا لازم اخد كفر. ايه بقى بطير. الله العظيم يا عم يلا انا علي التاني. معلش سكتوا يا جدعان اديله اي حاجة. طيب يا جدعان في ايه يعني يلا انا هفضل اخد كفر كده لغاية ما يخلص الوقت. بس محدش يقرب مني ولا لا مش انا لا انا هقولكوا في الاخر ولا ايه. يا بيبي وينر اتمنى يا جماعة تكونوا استمتعتوا في الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنساش اللايك ولو انت مش مشترك في القناة بتتفرج على فيديو اشترك بسرعة. Peace.